اليوم بتكلم عن آلية تضبيط الجهاز المناعي. طبعا قد يستغرب البعض لماذا نقوم بتضبيط الجهاز المناعي، هو احنا بنستفيد من نشاط الجهاز المناعي؟ ولكن أكيد أنت عارف أن النشاط العالي في الجهاز المناعي ممكن أن يتسبب في أمراض كثيرة، وتكلمنا أن في معنى أوتو أميون ديزيز، واللي بيكون فيها الجهاز المناعي يتعرف على نوع معين من التيشو على أنه جسم غريب، وبالتالي يبدأ بمهاجمة هذا التيشو كجسم غريب، وبيعمل فيه inflammation، ويعمل أيضا distraction، وكذلك loss of function للتيشو، وبالتالي تترتب عليه مآسي كثيرة قد تصل إلى الوفاة. هذا من جهة، وفي من جهة أخرى اللي هو بعض المرضى مثلا عندهم تلف في أورجان معين، مثلا الكدني على سبيل المثال. طيب أملهم الوحيد هؤلاء اللي عندهم مثلا كدني فايلر أن يعيشوا حياة أقرب من النورمال مثلا، وعندهم احتمال وحيد فقط على أن احنا ممكن نعمل لهم اللي هو الرينال ترانسبلانتيشن أو زراعة كيدني، بس هنا بتواجهنا مجموعة من المشاكل، من ضمنها وأهم المشاكل اللي هي الريجكشن للترانسبلانتيد أورجان. طيب لما يحصل ريجكشن للأورجان اللي تمت زراعته، إذا أنت ما عملتش حتى إذا عملت مثلا السكرينينج، هو لازم تعمل قبل ما تعمل رينال ترانسبلانتيشن أو ليفر ترانسبلانتيشن أو أني أورجانز، لما تعمل نقل لأي عضو لازم قبل نبدأ بإجراء نقل العضو بنعمل سكرينينج للمريض، وبتعمل ماتشينج أيضا للتيشو قبل ما تعمل عملية الزراعة، بحيث تتأكد من تطابق الأنسجة إلى حد ما. ولكن اللي أعرفه على أنه مستحيل تلاقي أورجان مطابق 100% من حيث البروتين مثلا كومبوزيشن، أو حتى الكودينج للبروتين تبع الريسبنت اللي بيستقبل هذا النسيج المزروع، ما بتلاقيش ماتشينج 100%، ما تلاقيهمش مطابقات بشكل كبير. ولكن نحن ممكن أن نقبل التطابق إذا كان ضمن رينج معين، ممكن نقبل هذا النوع من التيشو ونعمل ترانسبلانتيشن فتبقى هنا immune reaction، ولكن بشكل قليل، مش زي لما يكون ما فيش ماتشينج. وهذه اللي تتبقى اللي هي إذا كان في مثلا immune reaction المتبقية، في الأدوية معينة أو مجموعة من الأدوية بتعمل سبرشن، وهي موضوع محاضرتنا اليوم بنتكلم عليها. طيب by the successful completion of this presentation you are expected to classify immunosuppressant drugs and listing the common drugs. فتعطي تصنيف للأدوية اللي بتعمل لك كبت مناعي أو تضبيط للجهاز المناعي، كذلك تذكر قائمة بأسماء ومسميات الأدوية الشائعة اللي تعمل suppressant. طيب explain briefly their mechanism of action and therapeutic as أي أولا بتعطي الأسماء حق الأدوية، وبعدين بتتعرف على آلية عمل هذه الأدوية، وبعد ذلك استخدامات هذه الأدوية. أيضا describe the major adverse effect of the immune suppressant agent، أيضا تصف الأعراض الجانبية الرئيسية لهذا النوع من immune suppressant drug، أي الأدوية أو الأجنت اللي ممكن تعمل لي تضبيط للجهاز المناعي. طيب احنا تكلمنا وقلنا ان في معنا الاميون سيستم، اما النيت اميونيتي او ادابتيف اميونيتي، مناعة مكتسبة ومناعة طبيعية او فطرية. المناعة الطبيعية بيولد بها الشخص وهي موجودة فيه، وممكن ان
يعني تنمو فيه بعد الولادة بأيام معينة زي النشرة مثلا أنتيبادي. طيب في معنى في الانيت اميونيتي أو المناعة الفطرية فسيولوجيكال، وفي معنى بايوكيميكال وأيضا سيلولار. في الفسيولوجيكال في معنى على سبيل المثال قلنا السكين وكذلك الابيثيليال بارير للحواجز في النسيج الطلائي، بينما في البايوكيميكال في معنى الناتشورال انتيبادي، وهذا نوع من الأجسام المضادة بيكون طبيعي في الشخص بينمو فيه بشكل طبيعي حتى بدون عمل بدون دخول فورين بادي أو جسم غريب زي حالات الأدابتف اميونيتي، لأنه في أجسام مضادة احنا عارفين على أنها بتكون سبيسيفيك، يدخل فورين بادي أو فورين ماتيريالز جسم غريب إلى داخل الخلية، بعدين بتتعرف عليه تطلع الأنتيجين بريزنتينج سيلز اللي هي من نوع البي لينفوسايتس، بعدين البي لينفوسايتس هذه بتطلع لي يحصل لها ديفيشن تنقسم وتطلع لي اللي هي البلازما سيلز وكذلك الميموري سيلز. البلازما سيلز بتطلع لي أنتيبادي، وهذه بنسميها في الميكانيزم فين بتكون في الادابتيف، بينما في الانيت اميونيتي يعني انه بتظهر فيها اجسام مضاده، مثلا الناس فصيله A انتيجين اصحاب فصيله A عندهم اجسام مضاده ضد فصيله B مثلا، هذه بنعتبرها ناتشرال انتيبادي. ايضا في معنى الكومبلمنت، وهذه اللي سميناها المعززات اللي بتعزز لي الاميون رياكشن للانتيبادي، وكذلك بتعمل اوبسونين والاوبسونايزيشن طهي للفورين ماتيريالز أو الفورين بدي. أيضا في معنى اللايزوزومز، وهذه الإنزيمات المحللة وقلنا عليهم اللي هو هيدرولايزينج إنزيمز، تعتبر بتتواجد داخل مثلا الخلايا WBC بشكل عام بتتواجد بتراكيز عالية، ورغم أنها بتتواجد في معظم الخلايا ولكن بتراكيز عالية فتكون في WBC هذه الهيدرولايزينج إنزيمز. طيب لما يدخل الباثوجين قلنا على انها بتتعرض بيكون في حويصلة وسميناها فاجوسوم، بعدين يختلط الفاجوسوم مع الليسوسومز بشكل لي فاجوليسوسومز مركب، بيكون بتحليل الفورين ماتيريالز او الجسم الغريب اللي دخل الى داخل الى اللي تم بلعمته، بعد ذلك بيحصل للواس ماتيريال اكسكريشن. ايضا في معنى السيلولار اللي هي الفاجوسايتس، زي قلنا الخلايا البلعومية للنيتروفيل، وقلنا في معنى أيضا المونوسايتس وكذلك الماكروفيج والدندرياتيك سيلز، وفي أيضا الناتشرال كيلر سيلز وهذه من أنواع الخلايا اللمفاوية. طيب بينما في الأدابتف اميونيتي أو الأميون سيستم أو المناعة المكتسبة، قلنا في معنى إما بتكون هيمورال اميونيتي وهذه عن طريق الأجسام المضادة اللي شكلتها الخلايا البائية عبر البلازما سيلز، وبتشتغل في الإكسترا سيلولر خارج الخلية إذا كان في ميكروب خارج الخلية أو توكسينز مادة سامة أو أني فورين ماتيريالز إن إكسترا سيلولر، هو بيعمل بيروح يرتبط بالأنتيجين تبعها، وبعد ذلك بيجي يعزز الكومبلمنت ويعمل أبسونين، وكذلك بيقوم بقتل الميكروب أو القضاء على التوكسين. طيب بالنسبة للسيل ميدييتد أو القتل بالخلايا، قلنا في معنى التي لينفوسايتس سواء التي هيلبر سيلز أو بالسايتوتوكسيك تي سيلز أو السي دي 4 أو سي دي 8، وهذه بتقوم بقتل البكتيريا دايركت عن طريق إفراز المواد تبعها إلى داخل الخلايا عبر الميجور هيستوكومباتيبلتي كومبلكس تايب 1، أو التيومر سيلز أو فيروس انفكتيد سيلز كيلينج تقتل الخلايا السرطانية مباشرة أو الخلايا المصابة بالفيروس، حتى لو كانت الخلية تبعنا مثلا مايكروفيج هي موجودة في الجسم طبيعي ولكن بداخلها فيروس ما استطاعش أن تقضي عليه، تقوم هذه الخلايا بقتلها. كيف تقتلها؟ عن طريق تشكيل الفورين أو بمعنى مسامات في الخلية، بتعمل المسامات هذه زي الفتحات الصغيرة في جدار الخلية، هذه الفتحات بتسمح بنفاذ الماء والأيونات إلى داخل الخلية ما تعملها بربشن. طيب وهذه بتشتغلي على الميكروبات الموجودة بداخل الانتراسيلولار بنسميها. طيب اميون موديوليتورز أو في معنى حاجات بتعمل لي سبرشن
وفي حاجات بتعمل لي ستيموليشن اي للاميون سيستم، في حاجات تنشط لي الجهاز المناعي، وفي حاجات تثبط او تعمل كابت للجهاز المناعي. طيب الاميون سبريسنت دراجز، في ادويه بتعمل لي تثبيط للجهاز المناعي، وبتستخدم في اي حالات؟ قلنا في حاله الاورجان ترانسبلانتيشن، لما تشتي تنقل مثلا عضو معين للكيدني او ليفر مثلا او بنكرياس او حتى كاردييك الترانسبلانتيشن، وايضا في حالات الاوتو اميون ديزيز بنستخدمها هذه الاميون سبريسنت دراج او مجموعه من الادويه بتعمل تثبيط للجهاز المناعي. في ادويه بتعمل لي على الجليكوكورتيكويدز، في ادويه بتعمل لي على الكاسي نيورين انهيبيتورز، وفي ادويه بتعمل لي برو لايف ريتيف سيجنالينج انهيبيتورز، اي تثبيط لتكاثر الخلايا، وفي ادويه بتعمل انتي ميتابولايتس، اي بتشتغل لي على الايض، وفي ادويه بيولوجيكس للمونوكلونال انتي بودي، اي على النسيلات تبع الاجسام المضاده زي مثلا الاي جي جي تشتغل عليه دايركت. طيب نبدا في الجليكوكورتيكويدز. هذا الميكانيزم او اليه العمل هنا في الادويه الجليكوكورتيكويدز بتعمل لك ديكريز او انهيبيشن تو ريليز انفلاماتوري ميديتورز، اي تثبيط لافرازات المواد اللي ممكن ان تعمل لي التهاب او المواد الالتهابيه زي البروستاجلانديز والليكوترينز وكذلك الهستامين وايضا البراديكينين. طيب في ادويه بتعمل لي ديمينيش كيموتاكتيك اكتيفيتي، بتقلل لي من النشاط الكيميائي للنيتروفيلز وكذلك المونوسايتس، وفي ادويه تعمل لي سيكويستريشن ان لينفوسايت اوف لينفوسايتس ان لينفويد تيشو ريزلتنج ان لينفوبينيا، اي بتعمل لي حبس للخلايا الليمفاويه بداخل الانسجه الليمفاويه، بتحبسها هناك، ونتيجه الحبس للخلايا ما بتظهرش عندي في البلد، وبيظهر عندي لينفوبينيا اي نقص في خلايا الليمفوسايتس. برضو ممكن ان تعمل لي انهيبيشن تثبيط للجين اكسبريشن تبع الانترلوكين 1 وكذلك التيومر نيكروسيس فاكتور عن سنتيسيس، اي الجين الذي بيخلق لي التيومر نيكروسيس فاكتور او العوامل اللي بتعمل لي اتراكتيف جذب وكذلك تحفيز وتنشيط للماكروفاج وكذلك للبي لينفوسايتس. هذه الادويه تعمل تثبيط للجينات المسؤوله عن تصنيع الانترلوكين 1 مثلا او تيومر نيكروسيس فاكتور، كذلك بتزود لي من الكاتابوليزم قلنا لي الاميونوجلوبولين والكيتانوس اس، عندما تستخدمه بشكل مستمر بيزداد عندي الايض او الهدم للاميونوجلوبولينات او الاجسام المضاده من نوع اي جي جي. طيب افكت سول ميديتد مور ذان هيمورال اميونيتي، بالنسبه للتاثير تبعه بتكون عندي الاستجابه الخلويه اكثر من الاستجابه الخليطه او الاستجابه المناعيه الخليطه. طيب الكورتيكويد كوستيرويدز، هذا الاندوكيشن او الاستخدامات تبعه دواعي الاستخدام بنستخدمه في حاله الاوتو اميون ديس اوردر، اذا في اضطرابات مناعه ذاتيه زي حالات الروماتويد ارترايتس والمستينيا جرافيز وكذلك السيستميك لوبس ارتروماتوسس وايضا السيرياسيس اللي هي الصدفيه والذائبه الحمراء والالتهابات الروماتيزميه. طيب كذلك في حالات الموديليت الالرجيك رياكشن اللي هي البرونكيال ازمه في حاله الرب، وايضا في حاله الاورجان ترانسبلانتيشن ممكن ان تاخذ الكورتيكوستيرويدز علشان تتجنب الريجكشن كريزس اللي هي الرفض الحاد للاورجان اللي حصل له واللي قمت ب ترانسبلانتيد لشخص اخر. طيب في ادفيرس افكتس او علامات واعراض جانبيه نتيجه استخدام الكورتيكوستيرويدز زي الايفيريا او الدبريشن، حالات من الكآبه،
احيانا بتكون هذه العلامات كسايكوتيك، اي نفسيه ومرض نفسي يحس كذا بانه في اكتئاب. برضه في جي اي تي بليدنج، اي نزيف في الجهاز الهضمي، وبرضه ادرينال سبريشن، كبت في الغده او الغده المسؤوله عن افراز الادرينالين. ولما يقل عندي افراز الادرينالين بيحصل عندي ريتينشن او احتباس للسوائل، وايضا ديابيتس اللي هو معنى السكري، وهايبرتينشن ارتفاع في الضغط، والبروكسيمال مسل واستنج اي بمعنى وهن في العضلات زي مثلا عضله الشولدر، عضله الاكتاف بتلاقي عندهم فيها في فتور. كذلك سوبر انفكشن بتلاقي عندهم العدوى، بتجي عندهم عدوى بشكل فظيع لان ما فيش عندهم استجابات مناعيه في الجهاز المناعي في حاله سبرشين في حاله كبت. برضو بور وند هيلينج، الشفاء تبع الجروح بيتاخر. كذلك كاتراكتس، وايضا انكريز في الابيتيت، وايضا سنترال اوبسيتي، وايضا اوستيوبروسيس اي بيكون عندهم زياده في الشهيه، وكذلك سمنه داخليه بتلاقي عندهم الكرش كبرت، وايضا العظام او الاوستيوبروسيس بتلاقي عندهم ديمينيشنج في انتاج الخلايا. طيب النوع الثاني اللي هو ادويه بتعمل لي تثبيط للكالسينيورين، وهذه الادويه في معنى دوائين اللي هي السايكلوسبورين وكذلك التاكروليماس. طبعا التاكروليماس بيكون الفعالية حقه اعلى بكثير من السايكلوسبورين، اتفقنا؟ بنجي لهم الكالسينيورين، هذه سايتوبلازميك فوسفاتيز، اي في انزيم ذات از ريكوايرد فور ذا اكتيفيشن اوف نيوكليار فاكتور اوف اكتيفيتي تي سيلز ويتش ان تيرن انفولفد ان ذا ترانسكريبشن اند سينثيسيس اوف انترلوكين 2 باي ذا اكتيفيتد تي سيلز. اي انه في معنى الانزيمز مطلوب علشان تنشيط الخلايا التائية، ولما تتنشط الخلايا التائية بيدخل ايضا في الترانسكريبشن او السنساخ وتصنيع الانترليكينات من نوع 2 لما يحصل عندي اكتيفيتد للتي سيلز. مش قلنا احنا لما تكلمنا في ان الخلايا التائية الهيلبر ممكن ان تنشط نفسها وتنشط خلايا اخرى. طيب نبدأ بالسايكلوسبورين، هذا قلنا عليه انه من الكالسينيورين. الكالسينيورين اللي هو عبارة عن سايكلوسبورين مدموج مع سايكلوفيلين. طيب لما يكون في كومبلكس دوائين مع بعض شكلوا لي دواء اسمه الكالسينيورين. طيب هذا الدواء بيروح يشتغل لي على التي لينفوسايتس، على الخلايا التائية، يمنع افراز او انتاج الانترليكين 2 عبر كنا معانا السيتوبلازميك فوسفاتيز انزيمز. لما ما يكون الانزيمز هذا مسؤول عن تنشيط او انتاج واستنساخ ترانسكريبشن وايضا سينثيسيس للانترليكين 2، برضه بيعمل لي انهبيت للجين اوف ترانسكريبشن للانترليكين 2، كذلك انترليكين 3 والانترفيرون جاما وكذلك اذر فاكتورز. إذا ثبت لي الجين المسؤول عن استنساخ هذه الانترليوكينات أو العوامل الأتراكتف التنشيط، فما بيحصلش نشاط في الخلايا التائية. طيب سايكلوسبورين بيقول لك الانديكيشن أو دواعي الاستخدام تبعه متى بنستخدمه، بيستخدم في حالة الأورجان ترانسبلانتيشن أي نقل أعضاء زي مثلا تنقل الرينال أو الليفر أو البنكرياس أو الكاردييك، كذلك في حالات الاوتو اميون ديسوردرز اضطرابات المناعة الذاتية زي الروماتويد ارترايتس وكذلك السيروسيس اللي هو الروماتيزم وايضا الصدفية. بالنسبة للتوكسيسيتي في سمية بتظهر نتيجة استخدام للسايكلوسبورين، منها النيفروتوكسيسيتي اللي تسمم في النفرونات الكلية، وكذلك هيباتوتوكسيسيتي وايضا نيروتوكسيسيتي وهيبرجلاسيميا اللي هو زيادة السكر في الدم، وأيضا الهيبركاليميا اللي هو زيادة البوتاسيوم،
وأيضا هايبرتنشن واستيوبروسيس وأيضا هايبرليبيديميا زيادة الدهون وبرضو هايبريوريسيميا اللي هو اليوريك أسيد بتلاقيه مرتفع وأيضا الهيرسوتيزم والجام هايبربلازيا. طيب نجي للتاكرول ليماس وهذا بايند اميونوفيلين بيرتبط في الاميونوفيلين ويعمل تثبيط لنشاط الخلايا التائية نفس السايكلوسبورين. ماكرولايد الستركشر لايك إرتروميسين بيقول لك 10 إلى 100 مرة أكثر فعالية من السايكلوسبورين، أي أنه البوتنت تبعه والفعالية بتكون أعلى من السايكلوسبورين ب10 إلى 100 مرة. بالنسبة للاستخدامات تبعه في حالات الليفر والكيدني ترانسبلانت وأيضا التوبيكال ديرماتيتس إذا كان في التهابات موضعية نتيجة مرض مناعة ذاتية أو في حالات الصدفية. بالنسبة للتوكسيسيتي السمية نيفروتوكسيسيتي مونيتور رينال فانكشن أي بيقلل، لازم يكون هناك لما تعطي للمريض تاكرو ليماس لازم يكون هناك مراقبة مستمرة لوظائف الكلى عبر الكرياتينين، فحص الكرياتينين وكذلك اليوريك أسيد، تعمل لهم تقييم لوظائف الكلى إذا كانت إذا دخل المريض في نيفروتوكسيسيتي توقف الدواء. أيضا نيروتوكسيسيتي تسمم في الجهاز العصبي بيؤدي إلى إيفوريا أو ديبريشن اكتئابا. طيب هايبرجلاسيميا برضو هايبرتنشن وهايبركاليميا وكذلك الجي آي أبسيتس وكذلك دراج انتراكشن في تداخلات دوائية مع كسايكلوسبورين وأيضا هايبرليبيديميا وهايبر يوريسيميا وهيريوستيزم وكذلك الجام لا بيقول لك الجام هايبر بلازيا are not caused by تاكروليماس، ولكن قلنا ان الجام هايبر بلازيا ممكن ان تحصل نتيجة السايكلوسبورين، لكن في التاكروليماس ما يسببش اي تجرحات او تشوهات في الجامس. طيب البروليفريشن سيجنال انهيبيتورز في ادوية تعمل لي تثبيط للمؤشرات تبع تكاثر الخلايا سيروليماس، وهذا الدواء اللي هو السيروليماس بيقول لك على انه bind to immunofilin and inhibits the action of interleukin 2 without affecting its transcription، اي انه بيثبط لي عمل الانترليكين 2 ولكن ما بيأثرش في الاستنساخ تبعه بعكس اللي هو سايكلوسبورين والأولات قلنا عليهم أنهم بيأثروا لي بيعملوا لي تثبيط للترانسكريبشن أي استنساخه للجين نفسه بيأثروا على الجين نفسه، لكن هذا ما بيشتغلش على الجين نهائيا. هذا السيرلوماس هذا بيشتغل لي فقط على الانترليكين دايركت، اتفقنا؟ بيثبط لي الانترليكين اللي قد استنسخه من الجين. طيب الاندكيشن أو دوائر الاستخدام تبعه في حالات الأورجان ترانسبلانتيشن إذا في نقل أعضاء وكذلك السايد افكت او الاعراض اللي ممكن ان تنتج عن اللي هو ثرومبوسايتوبينيا نقص في الصفائح الدمويه ديو تو بون مارو سبريشن نتيجه كبت نخاع العظم وايضا هايبرليبيديميا زياده الدهون والسمنه. ايضا في معنى انتي ميتابولايتس ادويه بتشتغل لي على الايض زي الازيتيوبيبرين وكذلك الميكوفينوليت موفتيل وكذلك الليفيولينميد وأيضا الميثوتريكسيت، كل هذه الأربعة الأدوية بيشتغلوا لي على الميتابولايتس أو على الميتابوليزم. نبدأ بالأزيثيوبرين وهذا برودراكس ميتابولايز تو 6MB inhibits للبيورين سنتيسيس and decrease للنيوكليك أسيد سنتيسيس. This lead to inhibit cellular and humoral response، اي ان الدواء هذا بيشتغل لي على البيورين سنتيسس، والبيورين احنا عارفين انه بيدخل في تركيب الدي ان اي في معنى البيورين والبرميدين
وهذا لما يشتغل على تصنيع تثبيط البيورين يؤدي إلى نقص في تصنيع الحمض النووي اللي هو الDNA. ولما يكون في نقص في تصنيع الحمض النووي معناه بيحصل عندي inhibition للسيلولار response وكذلك الهيمورال response، ما عاد فيش إنتاج للخلايا وكذلك ما عاد فيش اللي هو proliferation أو بمعنى تكاثر للخلايا لأنه ما عاد فيش عندي DNA. اتفقنا؟ طيب الأص أو الاستخدامات تبعه والindication في حالات الرينال allograft وكذلك systemic lupus erythematosus due to renal or rheumatoid arthritis وأيضا autoimmune hemolytic anemia. طيب بالنسبة للتوكسيسيتي cytotoxic drugs هذا بيكون السمية فيه على الخلايا، وأيضا البون مارو سبرشن يعمل كبت لنخاع العظم، ولما يكون في عندي سبرشن في نخاع العظم أكيد بيكون في ليكوبينيا أي نقص في خلايا الليكوسايت بشكل عام سواء البي لينفوسايتس أو التي لينفوسايتس أو النيشرال كيرسيس أو حتى اللي هم المونوسايتس ماكروفي، كل الخلايا البيضاء بيكون فيها ليكوبينيا وأيضا ثرومبوسايتوبينيا وأنيميا ممكن كلهم بتلاقيهم إذا قد في سبرشن في نخاع العظم. أيضا هيباتيك ديسفانكشن أي بتفقد الوظيفة تبعها تبع الكبد بتقل، وأيضا الجي اي تي توكسيسيتي والبنكرياتايتس وأيضا الوبيشيا تلاقيهم بيهفر الشعر تبع الناس اللي بيستخدموا أزيثيوبرين. طيب ميكوفينوليت موفوتيل وهذا برودراكس ميكوفينوليك أسيد بيعمل إنهيبيشن للبيورين سينثيسيس برضه ويعتبر سيلكتيف تو ديكريز تي أند بي لينفوسايت ريسبونس. إذا هذا سيلكتيف أي أنه اختياري بيشتغل لي فقط على الخلايا التائية والخلايا البائية. اتفقنا؟ وبيستخدم في حالة الرينال and heart transplantation لما ما عاد يكونش في cytotoxicity أي خلايا القاتلة ما عاد فيش لها عمل. برضو التوكسيسيتي تبعه ميلو سبرشن يعمل لي كبت لخلايا النخاع وكذلك السيتوميجلي فيروس انفكشن ممكن أن تحصل عدوى ب السيتوميجيلي فيروس. اتفقنا؟ ما السبب؟ لأنه قد في عنده سابرشن أو كابت ما فيش استجابة مناعية. طيب نجي لي الليفلونامايد وهذا أفارة ممكن نسميه كدواء كاسم تجاري تقريبا. طيب هو قلنا عليه بيشتغل على الميتابوليزم، ولكن ركز أن هذا بيشتغل على البرميدين، وقلنا أن في معنا بيورين وبرميدين في تصنيع الدينة، فهذا هو اللي بيشتغل على البرميدين وبيستخدم في حالات الروماتويد أرثرايتس التهاب الروماتيزمي. بالنسبة للتوكسيسيتي تبعه بدي الليفر دامج وأيضا الرينال امبيرمنت ضعف في وظيفة أو الرينال وأيضا تيراتو جينيك افكتس. طيب في الدواء الرابع اللي هو الميثوتريكسيت وهذا الميكانيزم اوف اكشن نون كومبيتيتيف انتا اغونست وما بيعتبرش تنافسي ولكن كانتا اغونست للدي هيدروفوليت ريدكتيز اللي هو الانزيمز ثيرابي interfering with the formation of DNA. هذا الدواء بيتدخل لي مع تشكل الـ DNA وأيضا الـ RNA and key cellular proteins. طيب في معنى اللي هو في تشكيل الـ DNA والـ RNA معروف إن في معنى enzymes
بيقوم بتحويل اللي هو الداي هيدرو بوريت اللي بيشكل لي الفوليك أسيد من البابا. في محاضرة تقريبا تكلمنا عليها في محاضرة اللي هو الفيتامين أو النيتريشنال فيتامين تقريبا، قلنا كيف بيتشكل الفوليك أسيد، بتشكل من البابا عبر إنزيمز اسمه دي هيدرو بوريت سانتيز، وبعدين قلنا في معانا الداي هيدرو فوليت ردكتيز. فهذا الدواء أو الميثوتريكسيت بيعمل كمثبط أو منافس لإنزيم اللي هو الداي هيدروفوليت ردكتيز علشان الفولينيك أسيد، علشان الفولينيك أسيد هو اللي بيدخل في تشكيل الدي إن إيه وأيضا الآر إن إيه. طيب لما يعمل تثبيط للداي هيدروفوليت ردكتيز يعمل كومبيتيتر اللي هو أنتا أجونست، بمعنى بيثبط لي أو يشتغل ضد عمله، هو بيعمل مثلا على تحويل الفوليك أسيد إلى فولينيك أسيد، هذا بيعمل عكس اللي هو يوقف عمل الإنزيمز اللي بيختزل لي الفوليك أسيد إلى فولينيك أسيد. طيب ويعتبر كأنتي كانسر أو كمضاد للسرطان. بالنسبة للاستخدام تبعه بيستخدم كأنتي كانسر أو مضاد للسرطانات، وأيضا أنتي إنفلاماتوري مضاد للالتهابات، وكذلك يعمل أميون سابرسف أي كبت أو تثبيط لنشاط الجهاز المناعي. أيضا الأكيوت لينفوسيتيك لوكيميا إن شيلدرن، إذا كان في طفل يعاني من سرطان لمفاوي حاد فممكن تعطيه هذا النوع من الأدوية، وأيضا أميون سابرسف في حالات الروماتويد ديزيز، وأيضا سيفير سيريوسس اللي هو الصدفية الحادة. بالنسبة للتوكسيسيتي ميكو سايتس اللي هو بيعمل ميكو سايتس أي بمعنى التهابات في الأغشية المخاطية، وأيضا دياريا الإسهالات لما يستخدم هذا الدواء، أيضا بونمارو ديبريشن وكذلك وذليكوبينيا وثرومبوسايتوبينيا وأيضا ميجالوبلاستيك أنيميا وكذلك تريتد باي فولينيك أسيد أولي. بالنسبة للعلاج التي تعالج توكسيسيتي أو السمية تبعه تعالجها فقط عن طريق إعطاء فولينيك أسيد أولي. ما السبب؟ لأنه أصلا قلنا إن هذا النوع من الأدوية بيعمل لك أنت أجونست ولكن ليس كومبيتيتف أي ما هوش منافس، هو بيعمل أنت أجونست ضد الداي هيدروفوليت ردكتيز انزيم، اي انه بيمنع تحويل الفوليك اسيد الى فولنيك اسيد، فالجسم بحاجة الى فولنيك اسيد، انت تعطيه تعالج الحالات بفولنيك اسيد. اتفقنا؟ طيب في انتي بوديز زي انتي انترليكين 2 ريسبتور، انتي سي دي 25، انتي تيومر نيكروسيس فاكتور ألفا، أذر أنتي بوديز. اتفقنا؟ بيقول لك الأنتي انترليكين 2 ريسبتورز أنتي سي دي 25 اللي هو من الباسلي كسيماب، باسلي كسيماب هذا النوع من الأدوية بيستخدم كمضاد ل سي دي 25 وكذلك مضاد للانترليكين 2 ريسبتورز. طيب بيقول لك هيومنايز اميونوجلوبولين باينز تو، اي ان الاي جي جي او الجسم المضاد اللي استحث بيرتبط مع سي دي 25 اللي هو الفا سب يونت اوف انترليكين 2 ريسبتورز، هذا سي دي 25 تعتبر هي السب يونت او المستقبل تبع الانترليكين 2، فبيعمل بلوك للانترليكين 2 فورم بايند تو اكتيف تي لينفوسايتس، اي انه بيمنع لي او يعمل على منع ارتباط الانترليكين 2
الى الخلايا التائية الليمفاوية، لانه بيعمل لها على تنشيطها اذا ارتبط بها، فبيعمل بلوك للخلايا التائية. بالنسبة للاستخدام تبعه، بيستخدم كبريفنيشن اوف اكيوت جرافت ريجكشن، اي يمنع الريجكشن الحاد للجرافت اللي هو الزرعة او بمعنى مزرعة النسيج في حالات الرينال ترانسبلانتيشن. اذا كان في حاد او رفض حاد للنسيج تعطيه الباسيليكسيماب. طيب الباسيليكسيماب هذا مع الجوليكوكورتيكويدز ومع السايكلوسبورين، كلهم هؤلاء ممكن يمنعوا لي الاكيوت جرافت ريجكشن ان رينال ترانسبلانتيشن. اتفقنا؟ طيب انتي تيومر نيكروسيس فاكتور الفا مونوكلونال انتي بودي، وهذا انفليكسيماب بيرتبط مع التيومر نيكروسيس فاكتور ويعمل بلوك للتيومر نيكروسيس فاكتور الفا بانها ترتبط مع التيومر نيكروسيس فاكتور ريسبتورز ان انفلاماتوري سيل سيرفيس، اي على سطح الخلايا الالتهابيه. ولما يعمل تطبيط بانه ما يروحش يرتبط هذا التيومر نيكروسيس فاكتور الفا، واحنا قلنا عليه على انه بينشط لي الماكروفاج وكذلك البي لينفوسايتس، فبيؤدي الى ديكريز ريليز اوف سايتوكاينز، اي لما ما يحصلش نشاط للماكروفاج هي ما تنتج الانترليكين 1 ولا تنتج الانترليكين 6، وكذلك الاديشن مولكيولز انفولفد ان ليكوسايتس اكتيفيشن اند ميجريشن، لانه هو المسؤول عن او الانترليكين 1 والانترليكين 6 وكذلك الاديشن مولكيولز، هذول مسؤولات عن نشاط الخلايا الليكوسايتس سواء البي سيلز او التي سيلز، وايضا الميجريشن تبعها اللي تتنقل الى او تصل الى منطقه الانفلاماتوري سايز. اتفقنا؟ طيب الاستخدام تبعه كرونز ديزيز في حالات مرض كرون وكذلك روماتويد ارثرايتس، وبالنسبه للتوكسيسيتي انكريز انسيدنس و اوف ليمفوما، اي زود من حدوث حالات الليمفوما او اورام الغدد الليمفاويه. طيب في دواء ايضا ايتان ريسبت او الامبريل، وهذا كانتي تيومر نيكروسيس فاكتور، يعمل سيميلر تو انفليكسيماب بات شورتر هالف لايف، ولكن الهالف لايف تبعه بتكون اصغر من الانفليكسيماب. بالنسبة للاستخدام تبعه يستخدم فقط في حالات الروماتويد أرثرايتس. اتفقنا؟ طيب أذر أنتيبادي اللي هو للـ RHD immunoglobulin اللي هو في حالات الـ RH، هذا اللي بقولنا عليه موجود على اللي بيحدد لي نوع الفصيلة إذا كانت بوزيتيف أو نيجاتيف. For Rh negative mother after delivery of Rh positive baby، مثلا للأم ذات فصيلة الدم، إذا كانت الأم فصيلة دمها سالبة والابن طلع فصيلة دمه موجبة، في هذه الحالة بتعطيه للأم بعد الولادة. كذلك الأبسيكسيماب for surface receptor unactivated platelet to prevent resistinosis after coronary angioplasty. أي هذا بيستخدم للمستقبلات الموجودة على السطح واللي بتعمل نشاط للصفائح الدموية علشان تعمل لمنع حصول الخطرات في الشريان التاجي المسؤول او الموجود في عضلات الكلب او اللي بيغذي لعضلات الكلب. في ايضا الريتوكسيماب، وهذا بيعمل لي على سي دي 20 اون بري بي اند ماتشور بي سيلز يوزد ان تريتمنت اوف نون هودجكين ليمفوما اند بيجن تو بي تيكن ان روماتويد ارثرايتس، اي ان هذا النوع من الادويه بيشتغل لي على سي دي 20، وهذا سي دي 20 موجود على البري بي ليمفوسايتس وكذلك الماتشور بي سيلز وبي ليمفوسايتس، ويستخدم لعلاج
النون هودجكين لينفوما، في معنى هودجكين ونون هودجكين تكلمنا عليها في محاضرة كاملة ممكن تراجعها. وأيضا بدأوا يستخدموه لعلاج حالات الروماتيزم المفصلي. طيب أيضا في معنى أمالزيماب، وهذا باين تو سيركيوليتينج اي جي اي، اي انه بيرتبط معه، بيروح يرتبط لي في الاميونوجلوبولين من نوع اي اللي قلنا بتفرزه اللي هي الماست سيلز، وبيعمل انهبيت بايندنج اوف اميونوجلوبولين اي تو ماست سيلز، اي انه بيروح يعمل تثبيط بحيث ما يستطيعش ان هذا النوع من الاي الاميونوجلوبولين انه يروح يرتبط في الماسس. هو من طبيعي قلنا انه بيروح يرتبط مع الماسس في حاله الهايبر سنسيتيفيتي تايب 1 تكلمنا عليه. اتفقنا؟ ثانك يو فور يور اتنشن، اتمنى لكم التوفيق ودمتم في امان الله.